إذا فرغ من الصلاة من الركعتين إن تيسر له أن يشرب من ماء زمزم يشرب منه فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه رواه أحمد وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وقال ايضا انها مباركه وهي طعام طعم رواه مسلم في صحيحه